ابتدأ مشواره الأدبي والفني ككاتب مسرحي في سبعينيات القرن الماضي، وفي مطلع الثمانينيات شكل مع زملائه فرقة شعبية للمسرح ليحدث ذلك فارقاً في حياة المؤلف التلفزيوني والإذاعي والمسرحي أحمد سعد البالي. بداياتي كانت في العام 1977 عندما التحقت بفرقة المسرح الطليعي، فرقة الأعمال الأبقر، وفي نفس العام التحقت بمعهد الفنون الجميلة قسم الدراسات الحرة المسائية، ودرست في المعهد مع مزاولتي النشاط في فرقة المسرح الطليعي إلى العام 1980. في عام 1980 قدمت أول عمل لي وأسست فرقة أنا وزملائي سعيد خليفة، محمد المحلوي، وأبو بكر المرنح، وجمال السقاف، وغيرهم من الزملاء نسعى الذاكرة الآن لا أذكرهم جميعا. وقدمنا أول عمل كان مكتب خدمة المواطن، وهو من إخراج الأستاذ المرحوم صديقي الله يرحمه محمود هادي حسين، الذي أنا ذاك كان في السنة الأخيرة طالب في جامعة الكويت بكالوريوس مسرح. يهتم الأديب أحمد سعد بالقضايا الإنسانية ويوليها جل اهتماماته الأدبية، وذلك ما انعكس في مؤلفاته وأعماله الفنية. فحياة الإنسان وصراعه من أجل الحياة هو الهاجس الذي لا يفارق خياله. دائماً أميل إلى القضايا الإنسانية، هاجسي دائماً في هذا المجال، مجال الإنسان، صراعه، تضاد الإنسان، الإنسان والإنسان الآخر، هذا الموضوع اللي أحبه واستهويني، وكاد أنا أغلب معظم أعمالي إن كانت المسرحية أو التلفزيونية أو الإذاعية، معظم أعمالي تصب في هذا الاتجاه. على سبيل المثال لما قدمت أنا مسرحيتي المزاد اللي شاركت فيها في مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة، كانت قضية شقيقان، كيف يعرض شقيقه إلى المزاد، كيف وصلت العلاقة، كيف، وأنا حاولت بهذا أعيد استحضر قصة قابيل وهابيل، صراع الإنسان، صراع السرمدي للإنسان، وصراع القهر، تضاد الإنسان وقهره، هذا خاصة في المزاد. وفي طاش الحومة أنا إذا قدمت القضية الإنسانية، قضية الإنسان وخوفه من الوحش، الوحش ما هو رمزية الوحش بالطاهش، أنا قد يكون يظهر في العمل المسرحي، لكن الوحش كامن في صدور الناس، الوحش كيف الإنسان هو يصنع الوحش، كيف نحن صنع على الوحش وقال وحش وابتلعنا، وهذا الحصيل الناتج اللي اليوم نحن نعاني منه، نحن صنعنا حكام وحوش ابتلعونا وابتلعوا حياتنا كامل، واصبح لا تاريخ لنا في اليمن ولا حتى إنسانيتنا فقدت. لما صنعنا نحن اللي صنعنا الناس، ما نلومش ان الحكام سلطوا علينا، نحن اللي صنعناهم. أكثر من 45 عملاً فنياً هي ثمرة عطائه الأدبي والفني خلال أكثر من 3 عقود. مثل اليمن في كثير من المحافل العربية والدولية بأعماله الدرامية كمسرحية هديل الحمام ومسرحية المزاد في عام 2008. مسرحية طاهش الحومان كان في عام 1988، هذه المسرحية كتبتها في عام 1988 وأخرجها المخرج التلفزيوني والسينمائي منصور أغبري خريج موسكو، وهذه المسرحية أول مسرحية شاركت بها كمؤلف في مهرجان المسرح العربي في بغداد، مثلت في بها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 90 قبل الوحدة، هذه المسرحية، وهذه في عام 1988 المسرحية، وقدمت في صنعاء وقدمت في عدن. طبعا هذه المسرحية كانت من دعم الأستاذ القدير أستاذي واللي دفع بي دائماً أستاذي عمر القاوي، الشخصية الاجتماعية والمناضل السياسي عمر القاوي. ثم قدمت مسرحية، الثاني مسرحية شاركت بها كمؤلف أيضاً عام 1908، وهي مسرحية المزاد اللي قدمت في مهرجان المسرح القاهرة التجريبي، ومثلت في بها الجمهورية اليمنية كمؤلف، وكتبت أيضاً للتلفزيون حوالي أكثر من 14 تمثيلية تلفزيونية، من أشهرها العزيمة وشارع الزعفران وغيرها من التمثيليات. حاولت أعالج في بها كيف يضيع الأسر من خلال القات، آفة القات اللي أصبحت تهدد المجتمع. يعد العمل الفني وتكسرت الأمواج أهم الأعمال الدرامية الإذاعية في مسيرة حياة المؤلف أحمد سعد، كما كانت له تجربة في إعداد البرامج الإذاعية أهمها برنامج للناس حكايات الذي ظل يعرض في إذاعة عدن طيلة 5 أعوام،
وتوقف بتوقف الإذاعة خلال اجتياح ميليشيا الإنقلابيين للعاصمة المؤقتة في العام 2015. أول عمل كان قدمنا للإذاعة هو مسلسل وتكسرت الأمواج 30 حلقة. طبعا هذا المسلسل يعتبر يعني له معزة وموقع خاص عندي، لأنه هذا المسلسل هو حولته أنا تلفزيونيا، وأتى واحد سعودي منتج سعودي اسمه محمد الرفاعي وأخذه واشترى مني، وأنا أعتقد أنه في الآن يعد له تنفيذه في مملكة البحرين، فدخذه مني وقد وقعتنا وعاقب. هو مسلسل بعد ما حولته من الإذاعة إلى التلفزيون 20 حلقة، لكن هذا كان من أجمل الأعمال، إلى درجة أنه الإذاعة قدمته حوالي من عام 2001 لحد الآن أكثر من 18 عرض عرضته، يعني كان يكاد يكون كل ساعة تقوم الإذاعة بثه مرتين، ثم تلا مسلسل اللقاء بعد الفراق. وأيضا كان لي برنامج كان له مشهور وحتى يذكروا دائما سكان عدن والمناطق المحيطة، هو برنامج للناس حكايات، أنا كنت أكتبه يوميا واستمر على مدى حوالي 5 سنوات في إذاعة عدن، كان يقدم الساعة 7:30 الصباح ويعاد الساعة 4:30 العصر، وكانت تقدمه ابنتي ابنة المذيعة القديرة نبيلة حمود، اللي هي نبيلة أمين، ابنة القديرة الفنانة القديرة والمذيعة العريقة نبيلة حمود، وأيضا الزميل أحمد عبد الله حسين، الأستاذ أحمد عبد الله حسين، كانوا يقدمون العمل يعني على أساس تمثيلية رجل وامرأة. فاستمر البرنامج مدة حوالي 5 سنوات وتوقف عشية دخول الحوثة عدن. وقبل كذا سبق وقدمت أيضا برنامج إذاعي أسبوعي سهرة، كان اسمه واحدة الدراما. هذا واحدة الدراما كان أيضا لتجربتي السابقة في الصحافة في 14 أكتوبر. أنا على مدى حوالي 4 سنوات عديت صحيفة في صحيفة 14 أكتوبر سميتها واحدة الدراما. استمرت على مدى 4 سنوات في صحيفة 14 أكتوبر. يصف الواقع الحياتي بالعبثي واللا إنساني، ويرى أن الأديب في اليمن مشروع معاناة، فظروف الحرب المستمرة لا تساعد على نهوض الواقع الفني، ولا توفر للأدباء والفنانين البيئة الملائمة للعمل، ولا الحياة الكريمة للعيش. أمام هذا أنا لسميه هذا الواقع العبثي، الواقع اللا إنساني، الدراما طبعاً لا يمكن أنها تظهر في هذا الواقع. الآن اللي يظهر يعني في هذا الواقع عكس الدراما. الدراما إذا كنا في مرحلة الاستقرار النسبي اللي سميها أنا قبل الحروب قبل الحرب لم ولن تهتم في بها الدولة. نحن في فترة من الفترات يعني حتى وظيفيا أصبحنا ضائعين في مجالنا، شفتي كيف؟ خاصة الفنانين. أنا أعتبر أنه أي فنان والله أديب في اليمن فهو مشروع، يعني مشروع معاناة ومشروع نضال، يعني نضال كبير، لأنه أمام هذا الواقع لا 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 يحترم الفن، لا يحترم الأدب، لا يحترم الثقافة، لا يحترم. هذا واقع كله عسكر، كله حروب، كله واقع قتل بالله في هذا المجال. خلال هذا الواقع بالله ممكن تنبعث دراما الواقع. اليوم أصبحت أقوم من دراما الواقع، دراما الحياة نفسها أتفوقت على الدراما المحاكاة اللي نحن دائما ناخذ من الواقع ونحاكي ونعيد تجميله، هكذا يقول أرسطو، عندما تاخذ موضوع من تاخذ قصه انسانيه تعيد تجميل تعيد محاكاتها باسلوب جمالي. لكن اليوم الواقع واقع مأساوي، واقع سيء، واقع ضياع بلد. الان نحن نعيش ضياع بلد. يحلم المؤلف الدرامي أحمد سعد بيمن مستقر يجد فيه الفن مكانته المجتمعية ويستعيد عافيته ونشاطه الجماهيري، ولن يتحقق ذلك إلا بانتهاء الحروب وتطبيع الحياة، وهو حلم يراود الملايين فيما تبقى من وطن مزقته الأطماع. رسالتي يعني للقائمين في البلاد هذه، هذا شعب عانى، شعب دفع أكثر من اللازم، شعب فاق الدراما وفاق التراجيديا وفاق المأساة، كفاية لحد هنا وبس. في مقولة دائما يرددوها بعض المسؤولين وبعض الأدباء، يقول لك المعاناة تولد الإبداع. هذه أكذب مقولة في حياتي. لا، المعاناة لا يمكن تولد المعاناة تولد الفقر، تولد المرض، تولد الحالات الإنسانية. ما في الأديب والله الفنان والله
أي واحد يشتغل فيه لازم تعطيه تهيئ الجو النفسي، الجو الحياتي، حياته تكون مستقرة، معيشته مستقرة، يعني يتولد الإبداع. لكن أمام الظروف هذه نحن، أنا أعتبر والله كما أسلفت، يعني أعتبر الأدباء واللي يشتغلوا واللي باقين يشتغلوا، أذن المتبقين عادوا أنا أعتبرهم يناطحوا الجبال ويناطحوا الصخر.